البلد بقى اللي عماله بتتحكم بالشكل ده، كنا امبارح بنعرض لكم فيديو مهم جدا للمصري اللي عايش في سويسرا اللي قلبوه في المطار ونصبوا عليه في المطار. مين اللي نصبوا عليه؟ مش ناس عادية، الشرطة اللي المفروض تحميه. حطوا له فلوس جنيهات وخمسات وعشرينات وخمسين يورو من هنا ومئة يورو من هنا، وادوا له الفلوس. الراجل مطمن راح لقى الفلوس كلها ايه؟ بالمصري، وسرقوا اليوروهات منه. النهارده عشان نتابع برضو القصة وما تقولش دي حادثة فردية وبتاع، لا ده عصابة يا بيه، عصابة ومتدورة وبيديرها ضباط ومسؤولين بيديروها وبيقسموا على بعض. قال لك أوروبي من أصول مصرية. تعالوا نشوف هو بيتهم شرطة مطار القاهرة إن هي برضه سرقت فلوسه. نسمع ونشوف. من مقر عملي في مطار زيورخ السويسري الدولي. أحييكم. طبعا أنا عندي شركة هنا في مطار زيورخ. وذاكرت دخول الجمارك والدائرة الجمركية والجوازات. أوجه رسالة لرئيس الجمهورية المصرية، وأوجه رسالة لوزير الداخلية بجمهورية مصر العربية. أولا لرئيس الجمهورية، أنا هقول لك كلمتين. إحنا تقريبا من سن بعض يا رئيس الجمهورية. أنت، أنا مواليد الستينات، وزماننا كانت الرقصات في مصر أكتر من شيوخ الدين ورجال الدين اللي أنت مربيهم، السلفيين والإخوان وإلى آخره. وأنا نزلت زيارة في مصر، أنا معايا جنسيتين أوروبيتين منهم الجنسية السويسرية، وأنا نزلت مصر 4 أيام سياحة رسمي بجواز بفيزا رسمية. ونزلت في الفندق، نزلت أول حاجة في هيلتون اسكندرية، وبعد كده نزلت في توليب كاردينيا جاردن بالقاهرة. وأحب أقول لك كلمة، إذا ما كنتش عندها قدها سيب البلد وارحل. أنت عملت كتير حاجات حلوة مع الجيش والطرق والكباري وإلى آخره، لكن المنظومة التي تعمل معك منظومة فاسدة، المنظومة القضائية فاسدة، المنظومة الشرطة ورجال الشرطة فاسدون. لا يوجد عندك انضباط في مصر غير في القوات المسلحة. ارحل، فأن الآن المنظومة القضائية والمنظومة الأمنية الآن فاسدة. طبعا ده المواطن المصري، وطبعا معاه جنسية سويسرية ومعاه جنسية أخرى، جنسيتين المنصوب عليه اللي اتنصب عليه للأسف، يعني اللي خدوا فلوسه 10,000 يورو وحطوا له مكانها خمسات. طلع النهارده الراجل ورجل اعمال، طلع رجل اعمال وله شركه كبرى في زيورخ في سويسرا، وفي ايضا في مطار زيورخ هناك، وبيتكلم النهارده على الواقع والمشهد كله. ودلوقتي هنفاجئ بعد شويه ان مش ده مشهد فردي، لا ده النهارده اول الراجل ده ما اتكلم، ناس طلعت ثلاثه من الكويت او ناس من السعوديه، ناس طلعت برضه في مصريين اتكلموا على تعرضهم لمجموعات كبيره من النصب من الضباط داخل مطار ايضا القاهره. نشوف، نكمل معاه ونشوف ماذا قال وتفسيره وتوضيحه لما تم معاه في مطار القاهره وسرقه امواله. فيا اما تسيب البلد باشكالها الحراميه، او تقتنع جذور الحراميه من اساسهم. بمعنى وزاره الداخليه يجب ان يعاد هيكلتها هيكله تامه. انا صديق الشهيد محمد مؤنس مأمون الذي استشهد بشمال سيناء بالعريش، والذي لم تنطق الأجهزة الأمنية ولا أي حد في مصر عن سبب وحادثة استشهاده، وسكتنا. أنا مش معارض لمصر، وأنا إنسان غير مأجور، أنا صاحب شغل ومبسوط وأعيش في عاصمة المال والأعمال. العاصمة الرسمية هي بيرن، وعاصمة المال والأعمال في العالم هي زيورخ. بمعنى أدق، أنا مش محتاج فلوس، الحمد لله كل شيء على ما يرام، حالتي المادية كويسة. لكن أنا يضحك عليا في مطار القاهرة من ضابط شرطة برتبة نقيب قاعد قدام مكان الإكس راي
ويشوف الفلوس يقول لك معاك فلوس؟ اه معايا فلوس. كام فلوس؟ انا من حقي اطلع ب 9000 يورو، اوكي يعني ما يعادل 10000 دولار. تعالى يا محمد عد الفلوس. ياخدني محمد على العداد بتاع جهاز الشرطه على بعد 15 متر، انا في مع جهاز الشرطه ايد امينه. من مطار زيورخ، على فكره انا موجود في مؤتمر دافوس كل سنه، يعني انا مش هسيبكم. والنهارده كان عندي اتصالات بشركات سياحيه هنا، انا مش هسيب السياحه في مصر ابدا تمشي بحال سليم طالما انتوا بهدلتوني كده. دي 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 حادثه خطيره اللي حصلت معي. يعني شوف العد بتاع جهاز الشرطه العداد حطيلي هنا ايروات، وفي الناحيه الثانيه ايروات بمجموع 250 يورو. بص يا جماعه، بهدله. وبعدين بص، انت النهارده هتعمل ايه قدام هذه الفيديوهات اللي بقت موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الرجل اللي طالع يتكلم بهذه الطريقه وبيقول لك يا جماعه انا اتنصب عليا في مطار القاهره من رجال وزارة الداخلية البواسل اللي هم المفروض يحموني، خدوني نصبوا عليا. الراجل اللي حاطط الورقة بتاعت العد بتاعت المكنة حطوا له يروات ورا ويروات قدام، وفي النص مفيش، كلها فلوس مصري. ده ينفع؟ وخمسات وخمسات وجنيهات وعشرات. طيب الراجل ده يا جماعة دلوقتي لما يتفرج عليه العالم، وخلي بالك راجل زي ده يعني اكيد عنده اصدقاء وشركات، وبيقول لك هيبقى موجود بيحضر مؤتمرات وبتاعه الكلام ده كله، لما هيتكلم. وبعدين الراجل يعني الراجل بصراحه حاسس انه اتغفل، اتنصب عليه، فهو هياخد حقه. هياخد حقه ازاي؟ مصر، جمهوريه مصر العربيه هتدفع ثمن ان في نقيب شرطه وعصابته اللي قاعدين في المطار نصبوا على مواطن وهو خارج من المطار. بلد باكملها وملف كبير زي ملف السياحة هيتضرر جدا بسبب ان في عصابة موجودة داخل المطار لابسين اللبس الميري بتاع وزارة الداخلية بيقلبوا المسافرين في الفلوس اللي معاهم. تعالوا نكمل مع الراجل ونسمع قال ايه كمان. جميعا يا رئيس الجمهورية، عليك بالإلمام بالأمور، عليك بالإلمام ان وزارة الداخلية فاسدة. كل مكان انت حاطط فيه عمالة 50-60 ضابط شرطة، كل واحد ماشي بكرش لا يوجد حتى كشف هيئة عليه، حتى ماشي رجلين فشخة، مفيش قوام لرجل شرطة. قوام رجال الشرطة لازم يكون قوام، ولازم يكون لابس السترة الواقية، ولازم يكون مسلح تسليح خفيف، ولازم ولازم ولازم. وانت جيت هنا مؤتمر دافوس، وانا شفتك في مؤتمر دافوس يا رئيس الجمهورية المصرية عبد الفتاح السيسي. انت جيت مؤتمر دافوس من كام سنة وانا شفتك فيه، وانت شفت بعيونك الوضع هنا عامل ايه. ارقوا بمستوى بلدكم، ارقوا بمستوى البلد، وارقوا بالسياحة، وارقوا بالشعب، وحسنوا الاجور للشعب. أنا مش سياسي ولا معارض ولا مأجور، أنا بحكي على حاجات حصلت معايا. وأما أقول المنظومة القضائية فاشلة، فعلا المنظومة القضائية فاشلة، وبقول بأعلى صوت ومعي طبعا أي إساءة بتتم. طبعا هذا المحترم رجل أعمال المصري لما قال هذا الكلام، فجأة لقينا بدأ الناس اللي عندها تجارب سابقة تطلع، يعني بدأ خلاص تتكلم. أحد أيضا الشعراء والأدباء والكتاب والمفكرين ورجال الأعمال السعوديين كتب الراجل النهاردة على تويتر أو على منصة إكس الآن إنه برضو تعرض لهذا الموضوع، وقال حدث في مطار القاهرة. كنت عايد إلى الرياض، كان المطار مزدحم وأنا معي تذكرة رجال أعمال. سألت الموظف عن المسار الخاص برجال الأعمال، طلب مني أن أتبعه، وما أن دخلنا في المسار حتى جاء ضابط يملأه الغضب المصطنع. إزاي تدخل؟ هي فوضى، موجها كلامه للموظف، وبدأ بالجدال المعهود. قلت له معي تذاكر. طبعا هو بيسرد في ثلاث تويتات اللي قاله، بيسرد في اللي قاله في ثلاث تويتات ان قالك دخلت بعد كده فوجئت برضو نفس القصة، قصة نصب، وقصة برضو فلوس بتتاخد، وقصة محاولة ان هم يجردوني من اموالي. الله الله الله. فدخل احد الناس، هو طبعا سائح قطري في مصر الان،
على ما يبدو خدوا الحماس وقال له عم بلاش اشاعات وبلاش كذب، ما انا في مصر ما حصلتش كده. هو قال الكلمتين دول الاستاذ فهد النعيمي اللي هو واذا به تجد اكتر من 80 90 100 واحد داخلين عليه كلهم يقولوا لا ده احنا حصل لنا حصل لنا، والكل عمال يحكي حكايته زيه. فهد النعيمي قال لك يا عم انا حاليا في مصر ودخلت المطار والدنيا حلوه والمعامله زي الفل. طبعا طلع ابو مهنه السعوديه قال له استنى بقى اي اشاعات يا رجل، أسوأ تعامل في مطار القاهرة، رشاوة للتسليك عين عينك بشكل مخجل أمام المسافرين، أما من حيث الابتسامة فأنت زودتها حبتين، أنت حر يعني. يا شين التملق المثل يقول كون نسيب ولا تكون ابن عم، يعني قال له أنت لا ده أنا مريت بالتجربة. أيضا علاء الدين قال اتهامات وجه القائمين على مطار القاهرة، فهل بدأ التحقيق ذو شفافية يطمئن السائح والمستثمر والمصري المقيم بالخارج اللي بفضل الله ثم هو شهريا حوالاته من العملة الصعبة بتدخل البلد، ولا كالعادة ده جزء من منظومة تشويه مصر؟ شوف ساعتك اهو جماعة كلم دكتور مهندس صلاح الدين قال لك لصوص مطار القاهرة يوصلون النصب والسرقة بعد حادثة السويسري تاني حالة نصب وسرقة خلال 24 ساعة. 1900 دولار زاد 1000 ريال دي عصابة مجرمة ولازم ترحل. بدأت التجارب وبدأ الكل يتكلم على التجارب بتاعتهم على اللي حصل لهم. محمد قال مطار القاهرة جحيم، الخروج والدخول ما بين النصب والرشاوة والتفتيش البشر أي كان جنسيته، معلش بالك في السرقة المطار يعني، وبعد كده دخولك البلد السرقة الرسمية والإجبارية كتير بقى حضراتكم. لحد برضو أحمد أعتقد بقى جات كمان على أحد المصريين المسكين كان ده في بقى كمان يعني عشان برضو الناس اللي هي بتقول لك ايه دي حوادث فرديه وبتاع والكلام ده كله زي ما انا قلت، لا يا جماعه الناس بتستنى دائما وابدا الستارت البدايه، لو حد اتشجع وطلع واتكلم، لان في ناس عيني بتبقى ايه رايحه جايه ومجبر ان هو يروح ويجي، وناس تانية بتبقى يقول لك ايه انا مش هتكلم بدل ما ياذوا اهلي ولا ياذوا حد ولا يعملوا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله. الناس دي كلها بتبقى قاعده مستنيه ان حد يتكلم، تلاقي بقى الشهادات دي كلها طلعت والبلاوي كلها طلعت وتعدد المصائب وتعدد الحوادث اللي بتحصل داخل مطار القاهرة. في مقطع تاني متداول لحادثة أخرى مع أحد المسافرين في مطار القاهرة، أهو بيقول لك حادث ثالث خلال أقل من أسبوع، بيقول يا جماعة الفلوس في جيبك والأفضل ما تاخدوا فلوس كاش، خدوا بطاقات بنكية وبلاش أي حاجات غالية، حتى البرفانات والتليفونات والذهب سيبوها في بيوتكم.